أرجو بسرعة الرأي قصر الصاروخ من قبل قوات الأسد. على حي باب عمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الخميس 16/2/2012 حي باب عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. القصف الصاروخ على حي باب عمر من قبل كتائب الأسد. الخميس 16/2/2012. الله أكبر عليك يا بشار. أغيثونا يا عرب، أغيثونا. نظروا إلى الدبابات، الشيكة والـT72 كيف تتمشى في الشوارع؟ انظروا إلى قطعان الشبيحة. نعم يا قناة الدنيا، نعم، نعم يا قناة الدنيا. هذه هي العصابات المسلحة المزودة بالدبابات حديثا الروسية. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر. أغيثونا يا عرب، أغيثونا يا عرب. نحن نغزف يا الله، نحن نغزف بالدبابات. يا الله يا الله، 5 إنشاءات. الدبابات تتجول في الشوارع. بسم الله ونعم الوكيل. مع البلد 16/2/2012. قصف ترعى البلد بالرشاشات الثقيلة.